احنا هذا البرنامج وكل برامج الشرقيه داعمه لكل مسؤول بغض النظر توجهه مين ما مين من اي محافظه من اي منطقه، اذا يخدم يحظى بدعم كامل وكبير، ولكن من يسيء ويسلب حقوق المواطن سنكون متواجهين وصبة كونكريتية أمامه لكشف الكثير. يعني هذا طالما احنا عاهدنا نفسنا أن نكون مؤتمنين على صوتكم وأن نكون بيناتكم ونكون الصوت الحقيقي لكم، يجب أن نكون أهلا لذلك. إذا نريد فلان ناخذ منه وفلان نوقف هيك وفلان نكذب على نفسنا، لا نقعد ببيوتنا. ممكن يعني بكت يسمعوك على التربية. مشكور.